كنت قد سألت قبل انفصال الخط طبعا أو انقطاعه عن مسألة السيطرة على محطة الكهرباء الهامة طبعا في منطقة دمشق. نعم، تحية طيبة لك أخي الكريم. سيطرة الجيش الحر على شركة الكهرباء في العباسيين بعد اشتباكات عنيفة جدا دارت في جبهة العباسيين، وقوات النظام تحاول استعادة المحطة منذ عدة أيام، ولكن الجيش الحر أبى التصدى لهم، وقوع خسائر فادحة في صفوف قوات النظام وشبيحته أخي الكريم. يعني أنت تؤكد بأنه لا صحة لما يروج بأن النظام يسيطر عليها، إنما الجيش الحر ما زال هو الذي يسيطر على محطة الكهرباء. نعم، لا صحة للتلفزيون السوري ما روج له أنه سيطر على محطة الكهرباء، وأن والجيش الحر يسيطر إلى الآن على محطة الكهرباء، وتدور اشتباكات عنيفة جدا في ظل قطع محور الطريق الدولي دمشق حمص. طيب السيطرة على تلك المنطقة ماذا قد تعني مثلا للجيش الحر؟ نعم، هو تقدم نوعي للجيش الحر نحو العاصمة دمشق ونحو ساحة العباسيين، فهذا التقدم يعني تراجع في الجيش النظامي نحو الخلف، فهذا يؤكد إلى وحشية النظام السوري في ظل قصف عنيف تشهده تلك المنطقة ومنطقة القابون ومنطقة جوبر. طيب أي تطورات أخرى في مناطق أخرى إن كانت ثمة معلومات لديك؟ نعم، في مخيم اليرموك أخي الكريم تم فتح معبر مخيم اليرموك مع وجود تلفزيون السوري وقناتي الدنيا والمنار الذي يغطي الدخول وخروج الأهالي، وعندما غادرت الإعلام للمكان بدأ الضرب السكان واعتقال أكثر من 150 شاب، في حين قام الضباط المسؤول عن الحاجز بضرب النساء بالحجارة والصراخ في وجهن. وأيضا هناك في جنوب العاصمة دمشق في حي التضامن ومخيم اليرموك لا تزال قوات النظام تحاول اقتحام الحيين في ظل قصف عنيف تشهده المنطقة الجنوبية بأسرها، وهناك أيضا استهداف لحي برزة بالمدفعية الثقيلة والدبابات، وسبب دمارا كبير في المنطقة تزامن مع اشتباكات تدور بين الجيش الحر وقوات النظام في عدة محاور نعم. من حي برزة. طب من دمشق عبر الهاتف سلام محمد مراسل شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك.